بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة نحوية على جميع أجزاء المنهج. تعالوا مع بعض نبدأ. قطعة بتقول: المؤمن التقي يجعل رضا الله غايته ويحرص على أعمال الخير ويعرف بين الناس بإخلاصه وحبه لمن حوله، ولذلك فإنك متى تجالسه تسعد. فكم مؤمن كان خير مثال للإسلام بحسن خلقه وتدينه. دي القطعة. طبعا السؤال الأول زي ما كلكم عارفين ومتعودين، أعرب ما تحته خط. السؤال الثاني بيكون سؤال تقليدي، استخرج من العبارة. مطلوب إن احنا نستخرج فعل معرب وآخر مبني وفعل مجرد وآخر مزيد وكم ونقول نوعها. أما السؤال جيم بيكون عن تمييز العدد في الغالب. الجملة بتقول: اشترك في المسابقة 15 طالب و21 طالبة. طبعا بيطلب مني ان انا اكتب الارقام الحسابية بحروف عربية واضبط التمييز. وغالبا بيكون السؤال الاخير عن الكشف المعجم. السؤال بيقول: اكشف في معجمك عن كلمة المقالات. لو جينا الاول سؤال معانا في القطعة هو سؤال الاعراب، هاجي ابص على الكلمات هلاقي انها معظمها بتكون من النحو اللي انت درسته قبل كده في السنين السابقة. فلو بصيت على اول كلمة، كلمة التقي، لو جيت اعربها مش هينفع اعربها هي كده لوحدها، لازم ابص على اللي قبلها واللي بعدها، لان غالبا هي بتكون مرتبطة باللي قبلها او اللي بعدها. فلو بصيت على كلمة التقي وبصيت على كلمة المؤمن، هلاقي ان انا وصفت المؤمن بانه هو تقي، يعني كلمة التقي دي نعت. طب ما تيجوا نشوف ايه هي الشروط اللي بتخلي النعت يطابق المنعوت. انا عندي كلمة المؤمن هي المنعوت، يعني اللي انا بوصفه، دي كلمة معرفة بأل وكلمة التقي معرفة بأل. كلمة المؤمن مفرد وكلمة التقي مفرد. كلمة المؤمن مذكر وكلمة التقي مذكر. يعني لقينا ان الشروط اللي بتخلي النعت المفرد يتطابق مع منعوته متوفرة. انا عندي كلمة المؤمن لو اعربتها هلاقي انها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يبقى النعت بتاعها لانه من التوابع هيبقى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو بصيت لكلمة رضا، يجعل هو رضا، يعني يجعل ده فعل، الفاعل بتاعه ضمير مستتر تقديره هو، بيجعل ايه بقى؟ بيجعل رضا. رضا دي اكيد هي الحاجة اللي وقع عليها فعل الفاعل، فتعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اما لو جيت لكلمة تسعد، هبص كده هلاقي ان في حاجة يعني مميزة في الجملة. لو جيت بصيت للجملة من اولها بقول فإنك متى تجالسه تسعد، ده اسلوب شرط خدتوه في اولى اعدادي. متى اداة الشرط، تجالس فعل الشرط، تسعد جواب الشرط. واحنا عرفنا قبل كده من دراستنا ان اسلوب الشرط لما بتكون الاداة جازمة زي متى لازم يجي معاها فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، ويكونوا الاتنين افعال مضارعة مجزومة. فلو بصيت لتسعد، الفعل ده عشان اعرف هو مجزوم وعلامة جزمه ايه لازم اشوف الاصل بتاعه في الماضي. تسعد اصله سعد، يعني فعل صحيح. فالفعل الصحيح لما يتحول لفعل مضارع مجزوم تكون علامة جزمه هي السكون. فتسعد ده فعل جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح. أما لو جيت بعد كده للكلمة الأخيرة خير، هبص على الكلمة اللي قبلها كان. طبعا احنا عارفين ان كان من الأفعال الناسخة. قول كان هو، طبعا بتعود على كلمة المؤمن، كان هو خير مثال للإسلام. فكلمة خير هنا هي خبر كان منصوب طبعا وعلامة نصبه الفتحة. كده احنا انتهينا من الإعراب. نيجي بقى للاستخراج. لو جيت بصيت على الفعل المعرب والفعل المبني، دول انتوا درستوهم في منهج تاني إعدادي في الترم الأول، وعرفنا ان الفعل المعرب هو الفعل المضارع المرفوع أو المنصوب أو المجزوم، أما الفعل المبني هو الفعل الماضي أو الفعل الأمر أو حالتين من الفعل المضارع لما بيكون متصل بنون التوكيد أو نون النسوة. فاجي أبص كده على القطعة، نمشي كده كلمة كلمة، هلاقي إن أول فعل معرب معايا يجعل، ده فعل مضارع مرفوع. أكمل هلاقي يحرص، ده أيضا فعل مضارع مرفوع. وهلاقي يعرف، فعل مضارع مرفوع. وهلاقي تجالس وتسعد، الاتنين أفعال مضارعة مجزومة. يبقى أبتدي أدور على الفعل المبني. طبعا القطعة كلها احنا طلعنا كل افعالها، مش فاضل غير فعل واحد اللي هو كان، وكان ده فعل ماضي فيبقى ده الفعل المبني. اما لو جيت دورت على الفعل المجرد، احنا عرفنا في دراستنا في الترم ده ان الفعل المجرد هو الفعل
اللي حروفه الأصلية مش داخل عليها حرف من حروف الزيادة. وعرفنا إن في نوعين من الفعل المجرد، هو الثلاثي زي كتب، درس، رسم، والرباعي زي وسوس، زلزال، شقشقة. دي أفعال مجردة يعني حروفها أصلية ما ينفعش أشيل منها أي حرف. طيب تعالوا مع بعض ندور على الأفعال المجردة، نمشي برضو ندور على الأفعال. يجعل، طبعا أنا عندي الفعل في المضارع ما بحكمش عليه في المضارع، بجيبه في الماضي الأصل بتاعه يا إما ثلاثي يا إما رباعي. يجعل الماضي بتاعها إيه؟ جعل. دول 3 حروف ينفع أشيل منهم حرف ويفضل المعنى هو هو؟ أكيد لأ، يبقى يجعل ده أقول عليه فعل مجرد. يحرص، هاتوا في الماضي، حرص، ها ينفع نشيل حرف؟ أكيد لأ، يبقى أيضا يحرص فعل من الأفعال المجردة. أيضا يعرف نفس الموضوع، لما أجيبه في الماضي هيبقى عرف، طبعا مش هنفع أشيل منه أي حرف من الحروف بتاعته الـ3، فيبقى ده فعل مجرد. لو جيت على تجالس، الماضي بتاعه جالس، جالس، دول 4 حروف بس ينفع أشيل حرف منهم ويبقى الفعل على نفس معناه. جالس لو شلت منها الألف هتبقى جلس، فده يبقى هو الفعل المزيد، لأن كده هو مزيد بحرف اللي هو الألف. أما لو جيت على الفعل تسعد هلاقي إن أصله سعد، طبعا ده كده فعل مجرد. والفعل كان، طبعا ده جاي 3 حروف على طول، فده باين قوي ليا إن هو فعل مجرد. يبقى احنا كده طلعنا الأفعال المجردة، والأفعال المزيدة ما لقيناش عندنا في القطعة غير فعل مزيد واحد هو الفعل جالس. طب بيطلب مني أطلع كم وأقول نوعها؟ فلو جيت بصيت للقطعة هلاقي مفيش غير كم واحدة اللي هي فكم مؤمن كان خير مثال للإسلام. هنا كم، أكيد أنا ما بسألش سؤال وعايز أعرف عدد المؤمنين اللي كانوا خير مثال للإسلام عشان تبقى استفهامية، لأ، ده أنا بقول إن في كتير جدا من المؤمنين كانوا بأخلاقهم وتدينهم هم خير مثال للإسلام، فهنا كم في القطعة هي كم خبرية.